بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، سوف أتكلم اليوم عن الصمغ العربي. الصمغ العربي من أشجار الصنط أو أشجار القرض أو الطلح، تسميات مختلفة. نوعين، نوع أحمر ونوع أبيض يسمى هشاب. النوعين فيهم فوائد، قد يختلف قليلا في مسألة العلاجات، وخاصة موضوع الهشاب سأنتقل إليه بعد أن أنهي الأول. ذكر قديما في الكتب، المراجع القديمة، أنه يعالج الأنزفة النسائية بقوة، ويعالج أنزفة الجسم أينما حلت، سواء في المعدة أو غيرها أو في الصدر، بعض الأمراض نفث دم مثل السل أو غيره يدخل في علاج هذه الأمور. المراجع ذكرت إذابته في سمن البقر وشرب منه فنجان ما يعادل فنجان قبل كل وجبة. طبعا هذا الكلام يا أخواني صحيح وقد جرب، وذكرت لي إحدى النساء أنها عانت من نزيف طويل، فأربع أيام من شربه مع السمن شفيت تماما. لا أعرف دور السمن الحقيقة في هذا المجال، ولكن يبدو أن له دور كبير في تنظيف الرحم إلى جانب موضوع الصمغ. طبعا في كثير من الناس أو النساء لا يستسيغوا أن يشربوا السمن. أنا جربته بطريقة الماء، أضع ملعقتين طعام على لتر ونصف ماء مغلي، ويترك من الليل للصباح، ويشرب أصغر كأس قبل كل وجبة لمدة أسبوع إلى 15 يوما. يقطع النزيف النسائي بشكل نهائي بإذن الله تعالى، وأيضا كما ذكرت بقية الأنزفة. طبعا له فوائد كثيرة جدا، أيضا يستخدم في الصناعات وفي كثير من الصناعات الغذائية والغير غذائية، لكن لا يهمنا هذا الموضوع، يهمنا المسألة الطبية. أما الهشاب، هشاب لونه أبيض، يباع الآن كثير، مطحون يباع، يستخدم منه خاصة لعلاج السرطانات، يدخل في علاج كافة أمراض السرطانات، فيه ألياف جيدة، أيضا يدخل في علاج مشاكل الهضم، يدخل في علاج مشاكل الكلى بقوة، يطرد السموم عنها، الكرياتينين، اليوريا، هذا شيء أيضا مجرب، بقدر ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة وسط على كوب ماء بارد مي عادي، الهشاب يذوب مباشرة، ويشرب المريض كوب قبل كل وجبة إذا كان عنده تبول جيد. بالنسبة لمريض الكلى، إذا لم يكن عنده تبول جيد يقلل الماء، يعني ربع كوب على مثلا أصغر ملعقة، ويشربها بإذن الله يتحسن وضعه. طبعا يا أخوان، هناك خلطة تخص مسألة ضيق النفس والربو والتهاب الصدر ومشاكل التنفس كافة، ملعقة طعام من مر المطارخ، ملعقة طعام من لبان الذكر، ربع ملعقة طعام من القرنفل، نصف ملعقة طعام من صمغ الهشاب. هذه الأربع مواد توضع على 2 لتر ماء مغلي، وتترك من الليل حتى الصباح، ويشرب أصغر كأس منها لمدة شهر مثلا، بإذن الله تعالى سوف يشفى
من مرض الربو أو حساسية القصبات أو التهاب الصدر، وينظف الرئة تنظيف كامل، ويريح المعدة كثيرا، ويدر البول ويريح الكلى وحتى الكبد. تقريبا هذا كل شيء مما أعرفه عن الصمغ العربي. أسأل الله أن يشفي كل مريض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.